مشاهدينا، تنتشر الكثير من الأقاويل خاصة مع الأمهات حديثات العهد مع الأمومة عند اقتراب موعد تطعيم أطفالهم بأن اللقاحات لها الكثير من الأضرار وأنها من مسببات مرض التوحد لدى الأطفال. فهل فكرت يوما عزيزتي الأم في صحة هذه الأقاويل؟ وإذا كنت من الفئة التي تجزم بأن التطعيم يسبب التوحد لطفلك، تابعي معنا هذه الفقرة أكيد مع دكتور همام عقيل أستاذ المناعة والعدوى. أهلا بك دكتور همام. أهلا فيكم وسعيد بوجودي معكم. يعني فقرة جدا مهمة عن التطعيم، وللأسف منتشر حول العالم مو بس عندنا هنا، عن الأقاويل إنه في صلة بين التطعيم وبين التوحد. أول شيء، إيش هو التطعيم وإيش الغرض منه ومما يتكون؟ شوفي، هذا السؤال يبغى له مكتبة كاملة، لكن أنا هحاول. الأساسيات طيب. يعني شوف، عشان نفهم إيش التطعيم لازم نفهم أول حاجة ردة فعل الطبيعية حق جهاز المناعة حقتنا تجاه الميكروبات. تمام. وخليني أقولها كده زي ما تفضلت ببساطة. الجسم عندنا لما يكون في ميكروب يخترق ويدخل لداخله بيتعامل معاه بطريقة يعني ذكية. في نوع من أنواع الخلايا بتيجي تبلعه، لما تبلعه بتكسره جوتها وبتطلعه على السطح حقها، وفي نفس الوقت بتطلع اشياء عشان يعني زي كانه لاسلكي تنادي خلايا المناعه الثانيه تعالوا يا جماعه عندي هنا في ميكروب. تمام. بتيجي هذه كلها، في نوع من انواع الخلايا اللي بتيجي تاخذ الاشياء دي اللي تكسرت طلعت على السطح، بتاخذها وبتروح لخلايا ثالثه وبتطلع لها زي بطاقة الهوية، خلاص هذه هوية حقت الميكروب الفلاني دخل عندي في الجسم، سويت له هوية. تمام. الجسم ايش بيسوي؟ برضه بيروح لخلايا أخرى في المناعة، الخلايا هذه بتحاول اللي بتسويه حاجتين، بتحفظ لنا الهوية حقتنا، هاي خلاص صارت في مكتبة عندنا أرشفة إنه هذا خلاص أنا عارف إيش الميكروب ده، الدخيل اللي مو من جسمي، وفي نفس الوقت بتصير لنوع خلايا ثاني بيطلع لنا الأجسام المضادة، الأجسام المضادة دي بتطلع وبتوقف العمل حق الميكروب ده اللي دخل. العملية هذه بتاخذ تقريبا يعني خلينا نقول بشكل عام من 7 أيام ل 14 يوم. لما يكون في مرض حقيقي اللي بيخش، لو كان مرض قوي حيبان في خلال هذه الفتره اعراض، يعني انسان شكله تشوف انت في الانفلونزا بنقعد 5 أيام 7 أيام عندنا اعراض وعطاس ولا الم في الحلق ولا الى اخره، الين ما تطلع السام المضاده والجسم يقدر يتغلب عليها. حلو. اللي بيصير دحين الفكره هذه واضحه؟ واضحه. طيب، لو جاء نفس الميكروب ذا مره ثانيه في الجسم، عندنا احنا قلنا في ارشفه اتارشف، فما حيقعد، ما حيمدي الميكروب ده يطلع يسبب المرض على طول، جسمنا حيطلع له اجسام مضاده على طول توقف عمله. فحيكون الميكروب دخل وانتهى والجسم اصلا كان انسان ما جاتني اعراض ولا حسيت فيه. هذا كرده فعل. طيب التطعيم ايش بيسوي؟ التطعيم شفت الخطوه الاولى دي اللي فيها المرض وفيها الاعراض، بدينا هي بحاجه ما هي منبضه، يعني بديني فيروس مقتول يخلي الجسم خلاص يتكون اجسام مضاده لسبع ايام دي ولا 14 يوم. تمام. راحت. تمام. يصير لو جاني بعد كده العدوى بالمرض ده حقيقي، الجسم جاهز السام المضاد حقه حتقتله. فالتطعيمات الموجودة طبعا ما هي لكل مرض، للأمراض اللي لو دخلت غالبا بتسبب إما إعاقة أو وفاة أو ما إلى آخره. فهي اختصرت لنا جزء كبير، سواء كان فيروس مقتول، سواء كان جزء من السطح البروتيني، سواء كان جزء من السم اللي يطلعه الميكروب، وهكذا يعني. طيب خليني أسألك سؤال من ثلاث إجابات وحتطول فيها يا دكتور، لكن في بعض الأمهات متخوفات كثير أنهم يطعمون أولادهم، أبغى أعرف إيش أهمية التطعيم وإيش ممكن يضر إذا ما طعم الطفل، إيش الأضرار اللي ممكن تجي؟ زي ما قلنا أهمية التطعيم، المشكلة فيها فين؟ في الأمراض اللي لو الأم طعمت أولادها أو لما طعم أولاده. أنا أعتقد أنها جريمة حقيقة، يعني اللي يجي يوم واحد المستشفيات يشوف الحالات اللي بتعاني، والمشكلة الأمراض هذه أمراض خطيرة، يعني مثلا نتكلم على شلل الأطفال. شلل الأطفال هذا أنت بتجني على ابنك ولا على بنتك ويقعد عمرهم كله معاقين بسبب حاجة كان ممكن أنت تحتويها في يعني بقرار. نفس الشيء الحمى الشوكية، التطعيم حقها، الحمى الشوكية لو دخلت جسم الإنسان وطلعت
ما تطلع كده، ما تطلع كده، تطلع بفقد عمى، بفقد بصر، فقد سمع، فقد اطراف غالبا. يا الله. فليش يعني انا ادخل في هذا؟ نفس الشيء احنا المعاناه حقتنا السنويه مع الانفلونزا، نفس الامراض اللي هي الحصبه والحصبه الالمانيه والنكاء، هذه كلها من الامراض اللي التطعيمات قضت عليها. يعني احنا متى اخر مره سمعنا عن حاله شلل الاطفال؟ صحيح، هذه بالتطعيمات. فالام اللي تخاف على، يعني انت ايش مصدرك؟ انت ايش يعني ايش مصدرك؟ مصدرك مصدر علمي، مصدر موثوق، واتساب. بالضبط، هذه المصيبه. أيوه. انه في ناس مصدرها يعني بتسمع لواحد او لوحده مجهوله، ما تعرفي مين هي، وما لها اي دليل على كلامها، بس مجرد ظنون ونظريات مؤامره والجو هذا يعني. لكن في يمكن في الغرب طلعت بعض التقارير وبعض الدكاتره وبعض الفنانين وتكلموا في ذا الموضوع، انه التطعيم اكيد له صله بالتوحد، وذكروا اسباب مره كثير، وللاسف هذا وصل لعندنا واصبح عندنا في المجتمع سيدات يرفضوا التطعيم بحكم انه لا، التطعيم مسبب توحد، والتوحد اساسا زايد عندنا في المجتمع، فاكيد سبب التطعيم. طيب هذا طبعا من الادعاءات المنتشره ومن الادعاءات اللي هي لها قصه خفيفه. ايوه، هذا طلع احد الباحثين عام 98 وطلع دراسه، نشر دراسه تقول انه والله التطعيم يسبب التوحد. طبعا هو الادعاء كان على تطعيم الحصبه انه يسبب التوحد. خليني بس كذا يعني ناخذ على قولهم شارع جانبي، اشرح نقطه بسيطه. المنهجيه العلميه او لغه العلم قائمه على اثبات الشيء بمحاوله نفيه. يعني ايش؟ انا عندي فرضيه علميه، عشان اثبتها ما اجيب الادله العلميه لتؤكدها، لا، اجيب الادله العلميه لتحاول تنقضها. لو ما نقضتها هنا تصبح نظريه، والنظريه طبعا نظرية في العلم غير النظرية لما احنا في كلامنا حق المجالس. نظرية في العلم هي أقوى أشكال العلم، فلما أنا أحاول أنقضها وما أقدر، هذه صارت أقوى درجات العلم. فلما طلعت الدراسة، المجتمع العلمي قالوا ممتاز، تعال خلينا ندرس العلاقة ما بين مرض التوحد والتطعيم حق الحصبة. تمت، ما في جهة واحدة في العالم طلعت دراسة واحدة بالمنهجية العلمية أثبتت هذه العلاقة، ولا واحدة. زائدا مثلا اليابان، اليابان قالوا خلونا يا جماعة نوقف التطعيمات 8 سنوات، هذه حقت الحصبة ما نعطيها أطفال. وقعدوا شافوا الجيل هذا اللي مشي 8 سنوات، الأجيال هذه كلها قعدوا شافوا شيكوا عليهم، لقوا فيهم توحد، هم ما طعموا الحصبة. فالجماعة الحبايب هذول الجهابذة طبعا راحوا يدوروا طريق ثاني، قال لك والله لا، هو مو الحصبة، هو الزئبق. الزئبق اللي موجود فين؟ اللي موجود في طبعا في حاجة مادة اسمها ثيموروسال، هذه المادة 50% منها زئبق، كمية الزئبق اللي فيها أقل من كمية الزئبق تدخل جسمك لو أكلت علبة تونة. أوكي. فيعني ما لها. كويس إنك وضحت لي. إيه لا جايك في الموضوع هذا. فلما شافوا إنه ما في علاقة، جاء أصلا وقفت التطعيمات اللي فيها زئبق، لأنه كانت تستخدم للتطعيمات المتعددة الجرعات، ما عاد في تطعيمات متعددة الجرعات، فما عاد في. جاء قال لك والله الألمونيوم وهكذا كل ما تخلص. بس هل في أحد واحد قدر يثبت؟ لا. وعشان نقفل الباب ده، هي معلومة بسيطة، تطعيم الحصبة أو خلينا نقول لك التوحد، أول حالة وصفت، ما سميت التوحد بس وصفت أعراضها بالتوحد، كانت قبل إنتاج التطعيم حق الحصبة ب200 سنة. أول حالة شخصت بالتوحد وسميت بالتوحد كانت قبل إنتاج التطعيم ب50 سنة. بس يتهيألي هذا جواب كافي. يعني فكل شوية طلعوا لك حاجة. فلا طبعا التوحد ما له أي علاقة بالتطعيمات، التوحد أصلا مرض جيني. لما يطلع المرض والكشف حق بالضبط الأعراض حقه أو فحصه ما يبان غير على السلوك، والسلوك ما يبان غير بعد 2 سنين من العمر. صحيح. فما لها علاقة بأنه أخذ تطعيمات في العمر ده، لا مو صحيح. في اللقاح الثلاثي أو اللقاح الثلاثي، هذا كثير من الأهل يتجاهلونه صراحة أو يتردّدوا أنهم يعطونه أطفالهم. نبغى نعرف لو نتكلم عنه شوي ونتكلم عن أهميته. طيب هو اللقاح الثلاثي طبعاً هو اللي فيه
تطعيم الحصبة اللي هو يسموه MMR. MMR اللي هو الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف. طبعا اللي بتجاهلوه لذا السبب انه يسبب التوحد، وزي ما قلنا طبعا هذا كلام لا صحة له ولم يثبت بأي حال من الأحوال. التطعيمات آمنة وفعالة لنا والله. دائما انا دائما لما يجينا دكتور همام اقول يسهل لنا الامور، كل شيء عندك سهل وبساطة وسهالات الله يسعدك. وهذا من جديد، هذا مو رأيي، هذا الكلام العلمي. طيب خلينا أسألك شوية عن الشائعات اللي للأسف يعني تسيطر على بعض الأمهات. يقولوا مثلا أنه الطفل ما ينفع الطعم في الشهور الأولى، لازم على الأقل نأخر التطعيم لين ما يخلص عامه الأول. لا. إيش يعني سلبيات هذا الموضوع؟ لا طبعا هو التطعيم لجميع الأعمار. الطفل اللي يولد بالعكس هو الطفل الأكثر حاجة، يعني زي ما علمونا زملائنا في تخصص الأطفال، الطفل هو أهم أو يعني يحتاج التطعيم أكثر من البالغ، أو بشكل عاجل أكثر من البالغ، لأنه يولد معرض لجميع الأمراض الخطيرة وما عنده مناعة ضدها. فالطفل لما يحصل على التطعيمات في السنين الأولى، التطعيمات هذه آمنة عليه تماما. الإشاعة تحديدا حسب ما أذكر اللي تم نبشها مؤخرا، اللي هي لما جاءت وزارة الصحة أخرت تطعيم الدرن إلى عمر 6 أشهر، وهذا اللي خلى الجماعة. هو المفروض كان في عمر قد إيه؟ هو من البداية، من الولادة تقريبا، الولادة أو بعد شهر، فأخروه 6 أشهر. طيب التأخير هذا ليس بسبب خلل في التطعيم وليس بسبب مشكلة في التطعيم. يوجد ناس أو أطفال يولدوا من الولادة عندهم مشكلة في المناعة، عندهم نقص مناعة، إما جيني أصلا ما عنده مناعة، هو مخلوق كده ما في مناعة، أو مكتسب بسبب أنه مثلا حامل لأحد الأمراض اللي ما فيها مناعة. هذا التأخير فقط عشان الفئة هذه يتم حمايتها، ونتأكد أنه الشخص يعني يكون في وقت كافي لتشخيصه بالمرض هذا. لكن المشكلة ليست في التطعيم نفسه. فطبعا تطعيم الأطفال المولود مهم جدا، ولا في أي ضرر، وحتى الأعراض الجانبية البسيطة، السخونة والأشياء هذه، هذه كلها أندر كنترول وما فيها أي. بس في تطعيم ما بيأخذها الطفل أول ما بيتولد في كعب رجله، ايش هذا التطعيم؟ هذه يعرفوها اطباء الاطفال، مو تخصصي حقيقه يعني. لكن 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 عموما هي الباكج، لانه عارفه التطعيمات كل ما لها الجداول اللي سوالها ابدا. صحيح. تتطور طبعا، ما تتطور الا الاهميه، اكيد ما تنعطى الا الاهميه، بس باقي شويه وعي ان شاء الله ونكون بخير. لكن خليني اقول لك شائعه ثانيه، يعني هذه الشائعه صراحه تحب يعني تهم ناس كثير، تطعيم الانفلونزا. هذا خطر يداهمنا طبعا، مش طبعا اكيد ما اتبنى ذا الفكره، لكن بحكي الناس انه خطر، واللي بياخذه بيصير في مرض ولا يموت ولا يصير في اي حاجه، ولا تنضرب الكلى حقته. أيوة. ولا عقيم، يصير عقيم، هم بيسووه عشان الناس لا يخلف، كلام غريب. ليه لا يخلفون؟ ما اعرف. طيب اول حاجه عشان نفهم، اذا كان في شخص يدعي انه التطعيم الانفلونزا حيسبب العقم ولا الاشياء هذه، فالانفلونزا نفسها لو جاته حتسبب له نفس المرض، لانه تطعيم الانفلونزا عباره عن 4 فيروسات الانفلونزا مقتوله. يعني فيروس ميت. ما حيسبب له مرض باي حال من الاحوال. حيدخل في الجسم ويسبب الشيء اللي قلنا عليه من رده فعل مناعه الى اخره، عشان الجسم يكون جاهز تجاه الاربعه هذه. اي الاكثر ادعاء يعني منها هذه، انه الناس بتقول لك اخذ التطعيم الانفلونزا جيني انفلونزا، اخذ التطعيم الانفلونزا جيني مرض. صحيح. اول شيء الانفلونزا مرض تنفسي، يعني مو شرط انه يكون في عطاس. تمام. في عدوى فيروسيه اخرى تسبب الزكام، في التهاب جيوب انفيه، في حساسيه. فاللي اخذ تطعيم الانفلونزا ليس بالضروره انه اللي جاله هذا انفلونزا، هو شاف الاعراض كذا قال لك انفلونزا. لا مو صحيح، لانه الفيروس انت اخذته ميت، يعني ما حيحيا ويسوي لك، يعني هذا لن يتم. هذا هذا هذه نقطه. فالتصديق بهذا الكلام للاسف انه بيضر، خصوصا انه الانفلونزا عندها القدره انها تجدد سطحها كل سنه. نعم، فعشان كذا تشوف التطعيم كل سنه سنوي. صحيح. سنوي. صح. لانه بينزل على اكثر التطعيم، اكثر انواع الفيروسات انتشارا في العالم، وبيتم التطعيم ضده. يعني في الان في العالم في بعض الدول اصبح تطعيم الانفلونزا اجباري في المدارس، للسيد الحامل، للاطفال، فما عليه نقاش. لكن انت ذكرت نقطه من البدايه، قلت انه تعالوا شوفوا الناس اللي بيجونا في المركز ايش بيسووا على موضوع التطعيم، ايش بيسووا الناس؟
اللي هو المرضى قصدك؟ لا اللي هو على تطعيم الأطفال وكيف هل هم إيه لا في ناس هذه المشكلة إنه كل واحد خالته أرسلت له شيء على الواتساب صدقها وتعالي تعالي مترددين يعني في الإشاعات أخذ دورها يعني منتشرة وللأسف يعني إحنا شفنا مثلا اللي صار في أوروبا في أوروبا فرنسا إيطاليا ألمانيا كلها جات فترة طبعا من باب احترام الحرية الشخصية وليس من باب الصحة العامة كانت التطعيم اختياري أيوة ما في فترة وشافت الدنيا وشافت الأمراض والحصبة اللي انتشرت قالت ترجع ولا ما يطعم غرامة 2000 أورو وهكذا لأنه ما في شيء اسمه المعلومات العلم هو اللغة اللي المفروض نتكلم فيها جميعا يعني صحيح. وبعدين تعال شوفي المعلومات هذه مين بينشرها يعني أنا شفت أحد هذول المضادين للتطعيمات أحد اللي بيستندوا عليها كمرجع علمي إنسانة بتقول لك المخلوقات الفضائيه دخلوا بيتي وسرقوا ملابسي الفساتين الحلوه يعني اذا هذا مرجعك حددت فساتين على شكل تباطئ عويض مش عارف كيف حقيقه يعني طيب دكتور اذا نبغى خليني اسالك اذا في رساله توجهها للامهات والاباء الان حتى لنا احنا شخصيا انه اهميه التطعيمات اهميه تطعيمات الاطفال اهميه تطعيم كمان يعني تطعيمه الانفلونزا والله شوفي هو قبل ما أنا أكون استشاري مناعة وعدوى أنا أب وعندي أهل وعندي أحباب وأقرباء يعني لو كان التطعيم خطير أولى ناس حخاف عليهم مو أولادي طبعا وما حطعمهم لا يمكن أن يكون فيها خطر أعرفه أنا 1% وطعمهم هذا الكلام يعني أتمنى أنه يدركه كل أب وأم عدم تطعيمك لأبنائك بيجني عليهم انت قد يكون جاهم مرض وتخلصوا منه بصعوبه لكن اثاره انت ما تعرفها على المستقبل ايش حتكون تراكماتها على صحته من الداخل صحيح. هذا لو كان مرض خلينا نقول قدر تجاوزه غير الامراض اللي ما فيها حل زي شلل الاطفال بالضبط فهذا الكلام انا بقول ارجع اقول احنا اول ناس عارفين حقائق الكلام ده لو كان في مصيبه او مشكله ما حنطعم اولادنا في ناس ما ينفع لهم التطعيم نعم نتفق اللي هم عندهم مشكلة أو حساسية من إحدى مكونات التطعيم أو عندهم مشكلة صحية وهذا عشان كذا تم تأجيل إحدى التطعيمات اللي قلنا عليها أو اللي عنده حساسية من التطعيم هذول طبعا من المهم أن المجتمع يطعم عشان هم ما ينضر أيوة اللي قادر الطعم على الطعام هذه يسموها الهيرد ميونيتي أو مناعة القطيع أنه الجميع الطعم عشان هم ما ينضروا وحتى لو افترضنا جدلا جاهم عدوى ما ينتشر فهذه يعني هذه حالات نادرة واستثنائية لكن حتى هذه العلم عرفها وكأعراض جانبية اللي تكلموا على أعراض جانبية يقول لك يعني ياخذين حجة انه الأعراض الجانبية حق التطعيم دليل انه التطعيم كويس لا السخونة طبيعي غير السخونة اي أعراض من الأعراض الجانبية الموجودة هذه العلم عارفها هذا يدل لك انه الشيء ده مدروس ومعروف صحيح. والعلم قادر على التعامل معها وعلميا اصلا إصابة واحدة بالحصبة مثلا أسوأ اكثر من 10,000 مرة بأعلى شيء من الأعراض الجانبية في التطعيم يا الله يعني المقارنة باطلة وأي دواء إحنا ناخده أي علاج إحنا ناخده لما يكون له أعراض جانبية وإحنا عارفينها ودرسينها قادر الأطباء أو الفريق الطبي يتعامل معها بسهولة ويتعالج منها المريض ويتخلص فأجين للأب وللأم وللأهالي طعموا أولادكم هذا الكلام إحنا ندين فيه أمام الله طبعاً. وعلى قول دائما أنا أقولها من ذمتي لذمته اي والله يعني دكتور بالفعل نحتاج احنا هذه التوعيه من وقت للاخر عشان الاشاعات اللي تنتشر بين الناس وتخلي الاهل ممكن يتخذوا قرار بيقضوا فيه او يجنوا فيه على اولادهم. دكتور همام دائما نستفيد منك شكرا لك وشكرا لوجودك معنا اليوم. شاكر لكم الاستضافه وشكرا للتواجد معنا. شكرا. مشاهدينا احنا حنطلع فاصل وحنرجع نكمل معكم باقي الفقرات لليوم. بعد الفاصل ما هي أحدث موضة للفيلر أسفل العين والفيلر الذي يرفع العين بدون تدخل جراحي؟